مناقشة موضوع العبارات المتواجدة في بعض أنواع البسكوي، فنعتبره بأنه يخدم مصلحة الشركة لأنه إشهار لمنتوجها، وبالتالي بعض المستهلكين في إطار البحث عن المعرفة سيقتنون هذا المنتوج، ألا كذلك الأطفال. إلا أن إلى حد الآن هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالإشهار. هل يجب ملاءمته مع القوانين التشريعية، عفوا مع الشريعة، أم يجب أن يكون السوق حرا؟ فلهذا بأن يجب أن تكون هناك لجنة مكونة من العلماء ومن كل المختصين موال ما فيها حماية المستهلك لمناقشة الموضوع واقتراحات بعض النصوص لحماية الناشئة.